وسهلا فيكم جميعا، ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال يا رب. اول شيء مره مشتاقه لكم، مره مشتاقه لمحتوى الاكل المطاعم من بدايه رمضان وانا في المطبخ. بس اليوم راح اكافئ نفسي، لا راح اطبخ ولا اتعب ولا لي دخل بالمطبخ اصلا. فالحين باذن الله راح اطلع معاكم مطعم ناخذ وجبه اكيد عرفتها، بما انه رمضان بروح اي مطعم تعطني وجبه من وجبات رمضان. تخيلوني دخلت كل الحسابات الانستغرام ما حصلت وجبات رمضانيه، لا في كنتاكي ولا ماك، ما ادري، المهم يمكن ما حطوها في الحسابات بس موجوده عندهم في المطعم. فالحين راح نروح مطعم، المطعم انا مش عارفه انا عارفه ابي كنتاكي او البيك، بس احس اني طفشتكم دائما بيك كنتاكي، فراح اسوي قرعه اوكي عشان مش انا اختار، خلوا الصدفه تختار اوكي. توني حملت التطبيق، الحين بحط المطاعم اللي ابي، راح اكتب اول شيء كنتاكي وراح احط البيك والله مره متحمسات له بس خايفه يكون زحمه. احط ماك تمام، هارديز لاني بعد احبه اموت في هارديز ترى تمام، بس ما ادري ايش ما اروحه، فروع يمكن قليله. ايش في غير هارديز احبهن؟ هارديز وماك وكنتاكي ما ادري. اليوم اخلي بس هذول، بعدين ممكن ازيد مطاعم او انتم تقولوا لي ازيد مطاعم. بسم الله بسم الله بسم الله، تكفى ماك اوكي ماك يلا. بس ماك احس انه فهمتوا ما فيه ما عندهم دجاج حقيقي تمام. يلا توكلنا على الله، زي ما شفتوا طلع لي ماك، فالحين على السريع بروح ماك ونطلبهن. ايش في وجبه رمضان؟ ايش استعداداتكم رمضان؟ ايش جهزتوا رمضان يا ماك؟ يلا توني وصلت ماك، بس خلوني اجهز صرفاتي لاني اروح لين هناك واحوس اوكي. يلا قاعده اصور برنامج طبخ في قناتي اوكي، ممتع كل شيء، بس اكتشفت انه انا احب الهجوله، احب الطالعه. السلام عليكم، بكون استلم طلبات الحين. وعليكم السلام. ايوه بغيت اسال، ايش في وجبات نزلت رمضان؟ ايش في وجبات نزلت رمضان؟ اكل رمضان؟ رمضان ايوه. لا ما في ولا وجبه رمضان؟ لا لا لا. ايش في ينزل؟ ولا درينك ولا شيء؟ بس نفس الموجود. بس نفس المنيو؟ ايوه. خلاص عطني واحد. ماك تشيكن سبايسي جراند تشيكن فرنش نفس ال. خلاص عطني جراند تشيكن. عادي ولا سبايسي؟ سبايسي. حجم ايش؟ حجم كبير. جراند تشيكن سبايسي ها؟ ايه. مشروب ايش؟ خلي ايش في مشروب؟ ما يبي سب. لا موجود كولا، موجود فانتا، ما يبي صودا، ما يبي صودا. عطني موجود هذا عصير تفاح، عصير برتقال. خلاص عطني برتقال. ايش ثاني؟ ايش في صوصات يجي؟ صوص؟ ايوه. موجود بيج تيستي صوص؟ ايوه. بيج ماك صوص؟ ايوه. جارليك صوص؟ ايوه. بيري بيري صوص؟ ايوه. شيكوتيل صوص؟ ركب كله بس ما يبي جارليك. هذا ما تشكيز ما جراند تشيكن سبايسي. ايوه خلي الصوص هذا برا. برا؟ ايوه. واحد يجي ريالي. ما في مشكلة، بس هذا جارليك ما يبي. في هذا هاني ماسترد؟ لا ما في هاني ماسترد. طيب ايش هذا؟ ايش اسمه الاسود ذاك؟ هذا باربيكيو صوص فيه؟ ايوه موجود باربيكيو صوص. ايوه بس باربيكيو. يلا شكرا، شوفوا جيب واحد مويه. واحد مويه زياده. جديد ايوه يجي. ايوه دونات ماك بايت. ايش هذا؟ هذا دونات يجي نوتا تيلا. اها كبير ولا ميني؟ صغير صغير يجي ثلاثة حبة. بس هاتي واحدة. ايش ثاني؟ بس شكرا. شكرا. لما شفت وخلصت طلبت اكلي حسابي 50 ريال اوكي، بس انتظر الاكل يجي ويذن. مش عارفه كم باقي، احس باقي بدري على الاذان. ما في بيري بيري صوص، قال بيبدل لي 2 شيبوتي صوص. ما اخذت مشروب غازي لانه صراحه صايمه فما ابي. خلاص شكرا. لا بغى ينسوني دوناتي، دائما ينسوني الحلويات. الله يعطيك العافية، شكرا. أخذ دوناتي بعد. يلا ترى طلبت موية أنا صح؟ أعطاني إياها ولا لا؟ ما أتوقع.
بس كذا اخذت اكلي اشوفكم اذا اذن باذن الله. بس كذا اذن وافطرت على مويه وحبتها. الله يتقبل صيامنا صيامكم يا رب، ويغفر الموتانا موتاكم، يعفو عنا وعنكم يا رب. الحين جاء وقت نجرب وجبتنا، بس قبل ما اجرب الاكل خلوني اوريكم طاولتي، ايش رايكم فيها؟ الطاوله هذه من بدايتها لنهايتها انا اشرفت عليها، طبعا انا صممت شكلها، رحت للنجار سوى لي اياها زي ما ابي. شوفوا جات على مقاسات سياراتي كلها، وين ما احطها تتحرك الارجل وتجي على نفس المقاس، تمام؟ بعدين كان لونها خشبي تذكرونه، وحتى اغلبكم كتبتوا لي لا زهره غيري لونها، المهم غيري لونها، صبغيها، حطي عليها ذا الملمع، اي شيء بس انه لونها يوتر، يعني واضح انها مش مصبوغه. المهم رحت نفس الشارع حق النجار هذا، فقعدت ألف على محل النجارين ما وصلت المحل يصبغ لي اياها نفس الدرجة اللي أبيها، بني متعتق، مش بني متعتق يعني محروق، كل ما أقولهم بني متعتق يوروني بني مرة محروق، فهمتوا؟ زي لون الأسود، لا أنا كتبي الدرجة هذه. اللي متابعيني في قناة الفلوقات وشايفين غرفتي الكورنر عندي كوفي نفس كذا، وهذا درجة الخشب اللي أحبها. المهم تاكو وجبت درجة اللي هي ذهبي، لا اللي هي خشبي ذهبي، بس تعطيكم الدرجة هذه. بعدين أخذت الصبغة، صبغتها وصبغتها وصبغتها وصبغتها، يعني كم يوم صبغتها؟ 3 أيام أصبغها، في اليوم الواحد أصبغها قل شي 3 مرات لين وصلت للون هذا. أصبغها تغمق بس مش الدرجة اللي بيها، لين وصلت كذا بس الحمد لله. والثانية بعد صبغتها الطويلة صارت تجنن، صارت بعد يمكن أحلى من هذه، لأنها الخشب فيها كبير، بان تدرجات اللون، يعني شوفوا زي هنا أغمق بعدين أفتح، عرفتوا الدرجة. المهم فرحانة بطاولتي، أبي أختبرها معاكم، مرة سعيدة فيها. المهم يلا خلونا نفطر فطورنا اللطيف، اللي أول شيء جبت صوصات بطاطيس، أبل ريقي بشوية عصير، خليني بس أجرب عصيرها، مع أن عصير برتقال على بطن فاضي أتوقع كذا ألم بطن على طول. والله يجنن، مو مرة حامض، توقعته مرة حامض. كاتشب ما شاء الله مكثرين كاتشب، رمضان كريم عليكم يا ماك، رمضانكم كريم يا ماك، مكثرين. والجراند تشيكن صراحة إلى الحين ما لقيت أحلى من هالوجبة من ماك، إلى الحين هي مفضلتي بشكلها، ما شاء الله تبارك الرحمن. والله في جنة، بسم الله الرحمن الرحيم. للأمانة هذه من أحلى الوجبات عندي، مرة جنة، طعمه كأنه تنور حنيذ، مرة سبايسي. بعد طلبتها سبايسي صايرة مرة جنة، هل قربكم الإضاءة تشوفون؟ ما تخيلون قديش صار ظلام. ارجع الفاتورة اشوف الصوص هذا ايش اسمه او اي واحد منهم، مرة طعمه يجنن، مرة طعمه لذيذ، اتخيله مع اللحم، احس مع اللحم يصير يجنن. عصير مع وجبة صراحة صاير غريب، صودا بالعكس لايق، ميلك شيك يجنن، بس عصير احس غريب. مساكين الاطفال لما نعطيهم هابي ميل العصير نقول لهم اشربوا تفاح ولا برتقال، احس غريب، بس الميزة انه صار لطيف، يعني احس انه قاعد اكل شيء خفيف، مهما اكل شوفوا بس احس اني قاعد اكل خفيف، يعني فهمتوا؟ احس اني كذا قاعدة اشبع، يعني ما اكلت الا نصها بس فعليا قاعدة انتخم، قاعدة اشبع، ابي اتنفس شوية.
تدرون ايش احلى شيء كان السنه هذه في رمضان؟ طبعا في برامج التلفزيون احلى شيء عجبني طاش مطاش صراحه، مره يجنن. اتركوا كل شيء، اتركوا كل شيء، فكره انه طاش مطاش رجع بس خلاص، يعني مره عجبتني الحلقات تجنن وعجبتني. بس اكثر حلقه ضحكتني وموتتني ضحك حلقه ابو علي، كانت مره تجنن بصراحه. الحلقات حلوين يجننون، طاش مطاش من جد ما ينقطع، ما ودي ينقطع صراحه، يظل كل سنه يجي حتى لو بس كذا حلقات خفيفه بسيطه. مره حلو شعور انكم شيء كنتوا تتابعونه وتصور بعدين قاعد يرجع، مره حلو. بعد في اشياء كثيره كنت احبها من وانا صغيره، مسلسل مرايا يجنن، يا ليت يرجع مع ياسر العظمة، يجنن ليته يرجع. مسلسلات السورية عيلة خمس نجوم بعد حلوة، خلك معي مع الله يرحمه محمد العلي، مسلسلات كيف تذكركم بأيام الجنة، بأيام حلوة. وبس رامز ما شفته، ما شفت ولا مسلسل، ما عندي وقت أصلا، ما عندي وقت. الوقت اللي بس أقدر أتابع فيه بعد المغرب لما نجمع كلنا كعائلة ونجيب حلا وقهوة طاش مطاش طبعا. والعام ترى ما تجمعنا نفس كذا، أحس طاش مطاش من جد يخلي الكل، يخلي البيت كله يتجمع، من جد شيء لطيف. البرجر أحسني بوقف مش قادرة، بس أبي أحلي، أبي كذا. تعرفون شعوركم تاكلون مالح بعدين تبون حالي؟ واو شكلها مرة يجنن. خل أقول لكم سعرها 6 ريال، بس إيش اسمها؟ اسمها ماك بايت بنوتيلا. بسم الله. دونات عادية ومحشية ومن برا فيها شوية سكر بس قاعد يروح، مش قاعد يبان مرة. فبدي أذوقها. بسم الله الرحمن الرحيم. جنن. ماك من الأشياء اللي بدع فيها بعد البطاطس الحلويات، حلوياتهم تجنن، الدونات عموما عندهم تجنن، تحس العجينة ذايبة وترفة، مرة حلوة. بس نبي اكل ثانية بس خلاص، ما بي اخبص وبس كذا كذا خلاص، احس اني شبعت، الدونات تجنن. بس برجع اكل بعدين الحين خلاص، احس اني ما ابي اثقل على نفسي، اكره اني اكل كثير، ما اني احس اني اكلت كثير، بس لو اكثر من كذا خلاص بيصعب علي صلاة التراويح بعدين. تصلون في التراويح في البيت ولا في المسجد؟ الرجال اكيد في المسجد، بس تكلم عن الحريم، تصلون في البيت ومسجد؟ انا اعشق اصليها في المسجد صراحة، احب في المسجد، احس روحانية اكثر. اوكي اذا صليتها في البيت اوكي استشعر اكثر شيء في السجود صراحة، يعني اني اخذ راحتي في السجود. بروح المسجد الامام ما يطول، بعضهم مش الكل، بعضهم ما يطولون في السجود، وانا من الناس احب الامام اللي يسجد وما يقوم، عرفتوا اللي تدعون كل ما في قلبكم، واستشعر اكثر لحظة الدعاء وقت السجود، فبعضهم ما يبردون قلبي. ففي البيت اخذ راحتي فيه، بس اذا صليت في البيت احس اني اخلصها بسرعه، ما ادري كيف يعني، فهمتوا؟ فاحس اني اصليها تمام اوكي، بس المسجد صراحه روحانيه، اجواء المسجد روحانيه، انكم كذا تتبادلون طاقه العباده مع الناس، الناس كلها جايه، يعني الشيء اذا كان واحد في مكان واحد وطاقه كلها نفس الطاقه تاخذونها انتم مضاعفه، يعني انت جاي تصلي وانت جاي تصلي وانت جاي تصلي وتدعي، كل واحد يبي يدعي ويستغفر، فالطاقة هذه تعطيكم كذا روحانية تجنن. وبس والله بس كذا وصلنا نهاية الفيديو، انزلوا تحت حطوا لايك واشتركوا في القناة، اشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله، مع السلامة.